احلام انت انسانه بني ادمه مجموعه مشاعر داخله جوه بعض، ليه بتحبي تصدري فكره المراه المغروره لا والله وانت اللي قدامي دي مختلفه؟ عارفه الناس هقول لك ده، دي القطه لما بيجوا ياخدوا اولادها منها بتخربش وهي حيوان. ايوه بس هي الناس ما بتخربشكيش لوحدك يعني، يعني لا. يعني بس انا في مش الناس، الناس بالعكس ليها مني كل الحب والاحترام. انا بالعكس انا اكثر واحده، يمكن اكثر فنانه متواضعه مع جمهوري، وبتواصل مع جمهوري وبحب جمهوري، وبتلاقيني ما بتركش جمهوري كده يعني. بالعكس عامله فولو لجمهوري، بتابعهم، بشاركهم افراحهم احزانهم. انا يعني مع جمهوري ما حدش يقدر يقول كلمه معايا. بس انا لما بكتب حاجه، امبارح كنت بقول انه لما بكتب حاجه بقولها بقصد حد معين، بس مش بقصد اي حد من الجماهير ولا من الناس ابدا. ما بتفكريش ان هو يعني العفو عند المقدره؟ يعني أنا نطنش ونعفو؟ انا خلاص اخذت القانون ده اني انا هعفي عن الكل. انا طول عمري اسامح يعني. انا دلوقتي تلاقيني بعصب وبصرخ، بس مجرد ما اشوف الشخص ممكن اروح احضنه ابوسه. انا يعني قلبي يعني لو شفتي راغب علامه تسامحيه؟ اه طبعا بحب راغب على فكره، والله انا بحبه يعني. يمكن هو ما يحبني، بس انا كثير بحبه يعني. انا حتى لما عرفت انه معايا كان في العرب ايدل، انا تشجعت انه انا اشارك في عرب، انا بحبه كنت. بس تعرفي ساعات الناس لما واحد يكون حواليه ناس يقولوا له احلام عايزه ما اعرف ايش، احلام عايزه تاكل الجو، احلام احلام، فممكن شويه يتاثر اي انسان مش بس هو. بس انا والله بحبه قوي راغب يعني بصراحه، ما بحملوش اي ضغينة في قلبي ابدا ابدا. دي رسالة هايلة. لو شفته في يوم من الايام حوقف وحسلم عليه بالعكس. وراغب فنان كبير ولو اسمه، انا بحبه وبحترمه بالعكس.